السلام عليكم وجينا لكم فيديو جديد لمراجعة حوادث الدراجات. شكرا كثير لكم بتتابعوني وإن شاء الله تكونوا بتستفيدوا من فيديوهاتي والله يبعد عنا وعنكم الحوادث. خلينا مع أول فيديو نشوف هذا ماشي هاي واي، شوف شو اللي حيصير معاه. أوكي السيارة قررت تكسف آخر لحظة، في عنده كان سكيب باث، هي السيارة الغلطانة 100%. بس اللي صار معاه عنده هذا المكان ممكن كان يفوت فيه يكسر عليه، عنده هذا المكان ممكن كان يكسر عليه من انه ما بيقدر يبطل، ماشي بسرعة عالية، السيارة ما شافته. بدك تكون ماخذ يعني احتياطاتك بس تكون ماشي في الهاي وين، وفي سيارات ممكن تكسر عليك بشكل مفاجئ. السيارة عصبت منه واجا دقر فيه من ورا. اوكي شكله الدراجة اللي بطلت للسيارة. خلاص امشي، بس صير معك موقف زي هيك امشي عشان تضلك مركز على الشارع، لانه ما بدي يصير معك مشاكل ثانية في الشارع، واحد ثاني يكسر عليك وانت مركز على الاول. نشوف شو اللي حيصير معاه. اللي في السيارة ما اعرف هو شو سوى، هو على اخر ثاني قرر يكسر يمين اللي في السيارة وكان راح يدعم اللي في الدراجة. اوكي ما حنضيع وقتنا نحضر، نشوف على اخر وقف على اشارة او شي وقاعدين يتقاتلوا سب وشرد. اوكي هاي السيارة مدقرة في الدراجة كمان، شو اللي صار؟ هذا الفيديو كله مدقر في بعضه، يعني مدقر يعني ملزق. اوكي جت جنب الدراجة، السيارة مفكرة حالها دراجة كمان، بدها تعديه بدها تطلع قدامه. هو لافف راسه وقاعد يتطلع، وهذا غلط. انت دائما انتباهك لازم يكون لقدام للشارع، شو قاعد يصير قدامك، مين راح يطلع قدامك فجأة، مين راح يكسر عليك، مين راح يوقف فجأة. ما بينفع انت تضلك لافف تطلع لورا زي هيك. اوكي هذا ماشي في السيت تبع الاتش او في اللي بيمشوا فيه اثنين او اكثر، بس الدرجات شفت اللي صار، كسر عليه. بيحكي انه شارد من الشرطة هذا اللي في الكمارو. شوف الدورية هان لحقته، هيا كويس ما دعمه. دائما خلي وانت ماشي في الشارع دائما تطلع في المرايات تشوف اللي وراك، هل جايين بسرعة، هل راح يفوتوا فيك او شي. هاي الدورية لحقت، بس هذاك طاير بصراحة، ما بعرف اذا راح يمسكوه ولا لا. اوكي ماشي، هذا مش شايف اللي جاي من الناحية الثانية. شفتوا اللي صار، شاحت منه الدراجة ما عرف يلفها يمين، دخل في السيارة دعمها. اوكي وقف روح على مكان امن، انكسر عنده الحوض، دعم في الحوض لانه بس تدعم راح لتانك البترول. ف هذا هاي مميتة الشغلة، هاي الدعمة مميتة على فكرة. اوكي هذا شفناه الفيديو ماشي في زي الغابة زي هيك، والحين اجوا ربعه، بس يكون حكالهم لو مركب الجهاز اللي بيحكوا مع بعض فيه. كله وقف، حكينا عليه هذا الحادث. بس انا لاحظت شيء ثاني، انه في البقي اللي في السياره ماشي بطيء لانه متوقع انه في شيء ممكن يطلع بوجهه، اللي في الدراجه جاي طاير دعم. اخ ما اعرف شو يسوي، اخر شيء شاح التاير اللي ورا ودعم. اوكي هذا ماشي مصور كاميرا ال 360 درجه، السياره جت تكسر عليه. اوكي عرف يوقف، حلو حلو حلو، وقف مك يعني في مسافه منيحه بينه وبين السياره. دائما بيسوقوا هيك سيارات تعرف انه دائما بيغلط ودائما بيعملوا مشاكل في الشارع. اوكي نشوف شو اللي صار مع هذا، ماشي بسرعة. اوكي شارع فاضي هاي واي، كسر يسار، بينادي على صاحبه شكله بيطلع لورا ولا ما بعرف ليه. اوكي طاير، نشوف سرعته كم. اوكي تراك قدامه شكله حيكسر عليه التراك. شفتوا دعم التراك، هذا اللي كنت احكي لكم اياه، مدخل ما دام تطلعوا وراكم او يمينكم يساركم. ركزوا، هاي التصوير من هذا كان بيطلع على صاحبه، تصوير من عند صاحبه، دعم التراك، دعم التراك من ورا، التراك كمل مشي. ما بعرف ما بحسوا في الدعمة. اوف جري على الدراجة، نشوف ما صار شي، دعم بسرعة عالية. عشان هيك دائما تركيزك بده يكون على الاشي المهم. شو المهم؟ الشارع اللي قدامك مش الشارع اللي وراك.
ما تطلع وراك وانت ماشي، ما حتى لو صاحبك وراك ما تطلع، بدك تحكي معاه، بتحكي معاه في الجهاز اذا مركبين جهاز بتحكي مع بعض. اوكي شال الدراجة، دراجة اتوقع اتكنسلت، ان شاء الله ما يكون صار له شيء، الناس وقفوا يساعدوا. اتوقع هو مشي وزحف يعني، بس وقع زحف مسافة منيحة. اوكي هالاواعي تبعته كيف تقطعت. الحلو انه كان لابس كل شيء، كان لابس جلاف جاكيت حتى البنطلون الحماية، فدول بيحموه بس يوقع. اوكي هذا ماشي شارع لفة قوية، نشوف شو اللي حيصير. كان السيارة كانت تكسر عليه، كانت تكسر عليه وشافت على اخر شيء. اوكي هاي السيارة طلعت قدامه ماشي بسرعة بطيئة. ماشي انت في مكان زي هيك كله بنايات وبيوت، اعرف انه في ناس دائما حتطلع قدامك، عشان هيك بدك تكون ماشي بسرعة بطيئة. اوكي هذا نفس الشيء صار معاه، طلع ما كان شايفه. لو نرجع شوي لهان، اتوقع هذه المسافة اللي الحين هو شافه منها، لا ما شافه، طلع في شوي وبعدين وقف. حلو انه هو الدار كله في الدراجة، وقف مسافة ممتازة يعني بالنسبة للسيارة. اوكي كانوا في مطر على الارض، السيارة جت تلف يمين بدها تصف ريوس يمكن، او بده يلف ويرجع، فارتبك اللي في الدراجة ووقعها، لف يمين ومسك بريك ومطر ووقعت الدراجة. اغمى عليه ليش ما بتحرك. اوكي قاعد يفكر باللي صار، عشان هيك قاعد على الارض لا اراديا قاعد يشلح الاشياء اللي لبسها. شوف الناس هاي اللي ماشي مع الكلب ولا وقف يساعد ولا شيء، بس انه في واحد وقف له. اوكي هذا اللين بودي يمين، سيارة جت من هذا اللين كملت سيدة طلعت قدام، انت شفته خلص، خليه يفوت، خليه يفوت بينك وبين السيارة. حلو دائما هدول خلص، شوف لو قتلت معاه انت راح تخسر. كان شكله غبي هذا، راح الخط الاصفر، عشان هيك دائما خليهم قدامك، الناس المجانين خليها قدامك. اوكي السيارة طلعت قدامه التراك، خلينا نرجع نشوف. كانه طلع قدام شوي على السيد اللي كان فيه. اوكي هذا ماشي، واحد طالع من المحطة، انا شايفه، شايفه مثل ما انا شايفه انت شايفه كمان، فعشان هيك انت الحل المناسب يا انك تبطي يا انك تكسر يمين، لانه هو بس طلع منها بده يروح على الخط الثاني عشان يروح الطريق الثاني اللي ورا، فانت يا بتروح يمين يا بتخفف. اوكي هذا ماشي، نشوف شو اللي راح يصير. شاف حادث على الطريق الثاني ووقف. حلو دائما بس بدك تساعد حدا، بدك توقف انت في مكان امن اول شيء، اهم شيء انت توقف مكان امن، بعدين تنزل تروح لل بده يمشي كل هذه المسافة. اوكي بده يسوي يوتيرن الحين، مسافة هاي عبال ما يوصل بيكون راح فيها اللي بده يساعده. اوكي ماشي حلو، هم هيك في الدراجات بيحبوا يساعدوا الناس. هذا راح يصور. وهيك وصلنا لاخر الفيديو، شكرا كثير انكم تابعتون للاخر، لا تنسوا تضيفوني وتسووا لايك وتحضروا الفيديوهات الثانية اللي بنزلها ان شاء الله تكونوا استفدتوا. سلام.